في بنت من بنات بره دول اخترعت جرس لباب شقتها، جرس غريب قوي. اي شاب عنده رينال فيلير يرن الجرس ده، الجرس يقول ايه؟ تن تن. فهي تعرف انه فيكسد سبيسيفيك جرافيتي تن تن، وانه عنده رينال فيلير فما تفتحلوش. انها لو شاب السبيسيفيك جرافيتي بتاعته طبيعيه وجالها شقتها ورن الجرس ده، الجرس هيقول 10:15 او 10:16 او 10:17 وهكذا لحد 10:25. اي بقى رقم من دول، اي رنه من دول، ده للشاب اللي جاذبيته الخاصه نورمال، اللي عنده نورمال سبيسيفيك جرافيتي. لان النورمال رينج للسبيسيفيك جرافيتي من 10:15 ل 10:25. يبقى ما تنسوش بقى 10:10 ده فيكسد سبيسيفيك جرافيتي رينال فيلير، انما 10:15 لحد 10:25 ده نورمال سبيسيفيك جرافيتي. كورس المايسترو لشرح البطنة بالأغاني، شرح البطنة كاملة، اشترك الآن. دكتور برهان.